السلام عليكم. اهلا وسهلا، اهلا بالاصدقاء. صار لي كم يوم قاعد استخدم سفاري على الام 1، طبعا بشكل عام يعني السفاري 14 على الماك، ولكن على الام 1 قلت بجربه بدال بريف وبدال كروم. طياره، اخر ابديت شيء خيال، طياره بشكل خيالي خيالي. طبعا غير السرعه صار في تحديثات كثيرة جدا، فخلوني استعرضها معاكم ونشوف شنو الجديد. بداية مثل ما احنا شايفين راح تكون هذه صفحة او واجهة البرنامج بعد ما تشغله. في عندك هني ثلاث دقم، هذه تضغطها عشان اذا تبي تسوي كاستمايزيشن، تبي تغير الخلفيات اللي ورا، تحط صورة من عندك، او يكون في عندك هني شنو اللي تبي يطلع لك هني. فاذا تبي يطلع لك الفيفوريتس، فريكوينتلي فيزيتد، سيري سجستشن، ريدنج، اي كلاود تابز، باك جراوند، وات ايفر. فالاي كلاود تابز مثلا هذه يسوي سينك بين الاجهزه، ايفون، ايباد والماك، فيطلع لك كل التابز اللي موجوده على الاجهزه الثانيه، وهني تقدر ان انت تشوفهم موجودين تحت هني. كذلك عندك الريدنج ليست والفريكوينتلي فيزيتد. ما تبي شيء طق عليها تشيلها، برايفسي طق تشيل او تردها. هني هذه شغله جديده هي البرايفسي ريبورت، فيحط لك لما تدخل على المواقع الريبورت مال التراكينج على الموقع هذا، فيحط لك كل شيء، فيكون في عندك انت يعني خلنا نقول تقرير كامل عن طبيعة المواقع وشنو التراكينج او التتبع اللي يسوونها. هم بعد من الاشياء الحلوة اللي صارت انه تم السماح باضافة الاكستنشنز نفس الكروم، نفس البريف، نفس فايرفوكس. تقدر طبعا في موجود عندك بالستور، اذا ضغطت على مور اكستنشن راح يفتح لك الاب ستور وتقدر تنزل اكستنشنز موجوده منه، ولكن ضافوا ميزه حق المطورين انه يقدرون يضيفون الاكستنشنز اللي ممكن تنزل حق الكروم او حق المستعرضات الثانيه. المهم في اثنين هذيل انا من البرامج منزلهم، شيء وايد حلو. فعلى سبيل المثال عندك هذا مال المترجم، لو بندخل موقع، فعلى سبيل المثال دخلنا الموقع هذا، في عندك كلام هني مثلا مكتوب تبي ترجمه، اذا نزلت الاكستنشن هذا تضغط دبل كليك على الكلمه راح يترجم لك ويحط لك ترجمتها مثل ما احنا شايفين. اذا سويت كذي تضغط على هذه راح يترجم لك الجمله، فهذه واحده من الحركات اللي موجوده كذلك فيه. شغله بعد حلوه لما توقف على التابس يحط لك الايكونز مالتهم. خلونا نفتح هني هذا كالت اوف ماك ميديوم يوتيوب. لما توقف على التاب راح يعطيك بريفيو شنو بدال لا تفتح التاب، فتشوف وتعرف انت اذا خاصه اذا كنت فاتح وايد تابز، فهذه حركه وايد حلوه. طبعا الحركه خلاص هذه التفجير، لما تبي مثلا تطلب من طلبات ولا تسوي سوالف ويدزون لك الاو تي بي، او لما تدش مواقع يبي تو فاكتور اوثنتيكيشن ويدز لك مسج، ان المسج يوصل لك كذي طق عليه يطلع هني وانتهى الموضوع. طبعا هذه بس بسفاري، بالبراوزرات الثانيه ما تصير، ولازم تكون مفعل المسجات انها توصل لك على الكمبيوتر بالتليفون. بالتليفون تكون مشغلها. شلون تكون مشغلها؟ الحين اوريكم. تشغلها تروح على سيتنجز، بعدين تروح الى المسجات، بعدين تروح تكست مسج فوروردينج، تختار الجهاز اللي تبي يدز المسجات اذا وصلت لك، فتختار الماك بوك مالك او الاجهزه اللي انت تبيها، ف راح يوصل لك المسج هني، طق كونتينيو وتشتغل. انا وايد من زمان يا جماعه ما استخدمت سفاري، دائما استخدم بريف، ولكن بعد هذه سالفه انك تحط التكست مسج اللي يوصل لك الاو تي بي وهالسوالف والسرعه، وخاصه ايضا بعد في شغله نسيت اقول لكم اياها، البطاريه وايد اقل استهلاك من بريف ومن كروم، كذلك على الرام. فشكلي برد استخدم سفاري، فقلت اقول لكم اذا حابين تستخدمونه مثلي وتعطوني تجربتكم. شكرا لكم احبتي، الى اللقاء.